قالت وزارة الدفاع الصينية إن الجيش الصيني وضع في حالة تأهب قصوى سيتبدأ فيها عمليات عسكرية محددة الهدف، ردا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان. من ناحية أخرى، قالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني إنها ستجري عمليات عسكرية مشتركة بالقرب من تايوان اعتبارا من الليلة. وأضافت القيادة الشرقية أن التدريبات ستشمل مناورات جوية وبحرية مشتركة إلى الشمال والجنوب والغرب والجنوب الشرقي من تايوان، وإطلاق ذخيرة حية بعيدة المدى في مضيق تايوان، وإضافة إلى تجارب على إطلاق صواريخ في البحر إلى الشرق من تايوان. أعلنت الصين حظر دخول أي سفن أثناء تدريبات عسكرية تجريها في منطقة بحر الصين الجنوبي، وتجرى التدريبات خلال الفترة من الثاني إلى السادس من الشهر الحالي. يأتي قرار الحظر ضمن تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية دخول 21 طائرة عسكرية صينية لمناطق دفاع جوي لتايوان، وأضافت الدفاعات التايوانية أن المقاتلات الصينية وصلت إلى بعض أجزاء البر الرئيسي لتايوان، كما أشارت إلى أن الصين تحاول تهديد المدن والموانئ الرئيسية في تايوان عبر مناوراتها، وكذلك تهدف ترويع المواطنين في تايوان. كانت وزارة الدفاع التايوانية أعلنت أيضا أنها واثقة في أن بإمكانها حماية البلاد من تهديدات الصين المتزايدة على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وأشارت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها إلى أنها تقوم بالإعداد بعناية تامة لمخططات عدة، وستقوم بنشر القوات المناسبة للرد على التهديدات التي تشكلها الصين. أكد البيت الأبيض أن تهديدات الصين لن تخيف واشنطن، وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي على أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين. وأفاد كيربي بأنه لا يوجد انتهاك لأي من قضايا السيادة أو سياسة الصين الواحدة، مشيرا إلى أن التزام واشنطن بسياسة الصين الواحدة وعدم دعم استقلال تايوان، مضيفا أنهم ملتزمون بدعم تأييدي للدفاع عن نفسها. وعقب وصولها إلى تايوان، شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تغريدة لها على تويتر على أن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع شعب تايوان يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأشارت بيلوسي إلى أن مناقشاتها مع القيادة التايوانية ستركز على إعادة تأكيد دعم واشنطن لتايوان ولتعزيز المصالح المشتركة، مؤكدة أن واشنطن تعتبر تايوان شريكا مهما بمنطقة المحيطين الهادئ والهندي. أكدت الأمم المتحدة التزامها بمبدأ صين واحدة، وذلك في تعقيب على تداعيات زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. من جانبه، أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الشباب أن واشنطن تستفز الصين للدخول في صراع معها، وأصف ذلك بإشعال حرب، واصفا ذلك بإشعال حرب عالمية ثالثة. كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وصلت إلى تايوان ضمن جولتها الأسيوية. تأتي زيارة بيلوسي على الرغم من التحذيرات الصينية من الزيارات الرسمية الأمريكية إلى تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين امتدادا للأراضي الصينية. وتعهدت بيلوسي فور وصولها لمطار العاصمة تايبيه باستمرار دعم بلادها لتايوان أكثر من أي وقت مضى.
وفي تعقيب لها على وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، أدانت الخارجية الصينية ما اعتبرته خيانة أمريكية متعمدة لمبدأ الصين الواحدة. وأضافت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، كما شددت على أن بكين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية في تايوان، محذرة من تداعيات هذه الأحداث على الولايات المتحدة. 根据计划，安理会八月呢将审议也门、叙利亚。 نشرت البحرية الأمريكية 4 سفن حربية من بينها حاملة طائرات في المياه شرق جزيرة تايوان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالبحرية الأمريكية قوله إن عمليات انتشار السفن اعتيادية، مشددا على قدرة البحرية الأمريكية على التعامل مع أي احتمال. وأضاف المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات رونالد ريغان عبرت بحر الصين الجنوبي. حذر الكرملين الولايات المتحدة من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستضعها في مسار تصادمي مع الصين وتثير التوترات في المنطقة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الإدارة الأمريكية ترغب في ممارسة ضغوط إضافية على بكين. أعلنت الصين حظر الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، قبل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية أنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج ما يقرب من 2066 شركة في لائحة لتعليق الاستيراد، مضيفة أنه من بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز تم إدراج ما يقرب من 35 شركة ضمن تعليق الاستيراد.